سلام على عباد الذين اصطفى. ربنا هب لنا دينا قيما، وهب لنا أدبا يليق بك، واجعلنا نقدرك حق قدرك، حتى لا يكون لشياطين الإنس والجن علينا سلطان. آمين يا رب العالمين، يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضا. الآن نتناول الآية التي سبقت الآية الأولى فيما يخص الموت. الآن الآية تتحدث عن القتال بالنسبة لأهل الرحمة، خاصة إذا كان يقودهم نبي كريم عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ماذا يقول ربنا؟ أمير آية 146 سورة آل عمران عليهم السلام: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله. وكأي من نبي، وكأي عبارة يقصد بها وفرة العدد حتى لا يكاد الإنسان أن يحصر ذلك العدد. كما نجموش نرد كل نعم الله علينا، هنا ما نجموش نعظوا كم من النبي عليه السلام جميعا قاتل معه رجال أكفاء وربما النساء كما سيدنا محمد عليه السلام، فلا رجال ونساء، لكن أغلب الأحيان الجهاد الميداني يكون عناصره أغلب الأحيان ذكور، ولا هم سر، أغلب الناس تعرف الطرق سواء كان مختصر على الناس أو في عالم الحروب وعالم الحروب. وكأي هنا الإنسان العاقل مازال عنده حياة يحس بالذل اللي مش من الربيين، والربي شكون؟ هو اللي طبيعته ربانية، هو الذي خالص لله متبع لرسول الله عليه السلام ويهب روحه من الله إلى الله، هذا هو الربي. فيقول لك ربي اليهود، ما عندهم شيء من هذا، اليهود خاون لله. كم من مرة يعاهدوه يخرجوا العهد، كم من مرة يحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله، وهل ما شاء. إذن لا ربي عند اليهود إلا قليلا. شوفوا بعض أنبياء وقوات بني صهيون، الأنبياء ذوكم القوات، النبي عليه السلام والقوات عليهم الله، كانوا يحبوا يخلصوا لله، لكن اللي معاهم لم يكونوا مخلصين لله. إذن قادمين على كعلة حمراء، إما يغلب النبي عليه السلام ويبقى بالحياة ويغنم غنائم ما يسمى عدو الأرض، وحقيقة أتعس حال من الأعداء حقيقة. أم لو جي تغربل وصلت أضواء تلقى بنو صهيون مثلوا الفئة الفاسدة الباخية، خاصة بيهيك اعتني اليهودي اللي ممشاش على خط الإسلام ورباح الدنيا، فما الآخرة حدث ولا حرج. المفي وكأي، قلنا العبارة دي تخلي مازال فيه من الضر من الإيمان استعي من الرحمة، قل أشبيني أنا مش جاي في سبيل الله، بلسان مال بالنفس، علاش دخيل ربي نازل وانت يا شيخ الإسلام وانت يا ليوخ مكان النبي عليه الصلاة والسلام بل بعدوة تأخذ نوبة على المنبر وانت تخدم
حزب الشيطان. كم منهم حتى يقرب ويلقى في بيت الله الحرام ويعمل خطبة ملاها هي جاية من تحت رأس كلاب الشرق والغرب اللي يدعون أنهم حاضرين المقامين المحرمين. وكأي قلنا ارجعوا لها باش تفهموا احنا مقصرين. من منا يوم يرفع كلمة الله ويدل كلمة الشيطان؟ من منا؟ اغلب الناس ماشيين للهوى، واللي ماشي للهوى ماشي للهاوية، يعني مرة الموسى تيعتق عقل ما وحش الاختيار. شوف روحك فين، هل انت مع الله خالص مخلص تشكر بحق تفعل المعروف بحق على المجرد، ولا كلامك في واد ونيتك في واد وأعمالك الرذيلة في واد؟ وكأي من نبي شوف من نلتقي للرسل الكرام اخذت شكولة من المشير نتبه معهم تحنا يقولوا بروحنا في الرعيل الأول تجات الموقع اللي كان الإسلام مش يسحق الكفار، لكن اللي يزم يكونوا ربيين كانوا غير ذلك، كانوا دنيويين. الرومات اختيروا اللي فوز تم مش صحيح، ظهر الأمر لك القائد الأعظم عليه السلام يعرف من مراحل الحرب، لذلك ثبتهم قال لا تغادروا أمكنتكم. هذا يزم بالتبع هو أحد أي جماعة مشاو مع الأنبياء عليهم السلام، كما لوط في ربي عين لهم قائد، أغلبهم ما مشاوش مع القائد، رب مشا مع الحوار شرب الثماء يشد طريقه لا طريق المواجهة. يا والدي هذا قعد غرق فيه من يدعو الإسلام حتى الأحزاب الدينية غرقين فيه، ما عندكمش صفة الربيين عليهم رحمة الله، ما عندكم، ما تعرفوش معنى القيادة. اللي يجي يكون قائد لأنه هو حب ونفسه دفعته إلى ذلك، لأن يحب الظهور ليقسم الظهور. يا ناس مش هكا الإسلام، أن تصل الأمر كله الخير والشر لله، يرسل إليك الخير ويدفع عنك الشر، يعني خلاص كنت خالص لله، لا تبقي العلو في الأرض ولا رياسة ولا شيء من هذا، لا علو ولا ريادة. أعلى عنا إسلام، إسلام لله، سمعنا وأطعنا، لا سمعنا ما يقال في القرآن وعن رسول الإسلام عليه السلام ثم نعمل العكس، لا سمعنا كل هذا في تدبر سكون ننصد حقيقة مش انصات علم في جنوش الله، انصات روحي فكري التزامي أين نحن من هذا الإنسان؟ إذا سمعنا وأطعنا قلبه، سمعنا وعصينا كثروا. ذكرت السماع نقيم يعني عدد المستجدات كيف probability في عالم الاحتمالات. وكأي من نبي قاتل معه مش ضده الحقيقة النوايا والأفعال والانحرافات معه من الأول الأخ، حنا عهدنا الله نصوم علي أبو ديو بلوريان نبو انترفنير سيور نوزاكس، يعني احنا عهدنا ربي يبقى العهد ذاك سير المفعول في القمة. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثيرا الكثير من العدد أو في الالتزام أو في القوة والوزن في الميدان على المدار،
فما وهنوا اي موش من جاتهم اقل نكسة يتراجعوا ويخذوا كالنبي عليه السلام لا فما وهنوا اي ماما كانت صعاب لأن كل مسمع انت تضرب وزيز يتمكن على وقت اللي حال فينا برقيبة شنتو خبيعة قبيحة واللي مازال يحبوا اليوم يرجعوا لأمجادهم ما عندهم حتى أمجاد ولكن ابن علي كيف اللي منعه بالتوبة وشد الطريق ولله قال أنا ما عندي إلا الله هاكم هما ما عاش عندهم سيرة بل ملاك ما تكونتي اللي ديزافو تبرقوا منه كلية منها نهائيا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا هو كان ديك ورجمه كيك سوالي سير كونستان اللي مش يجينا هو عندنا لما كسرت مدينة انجتنا خيبة نكسة وإذا جاء نصر فهو من عند الله مدد حوث موكة الأعداد من المنصر احنا نعبر من المنصر نعلم كما أحد خدمنا شرارعنا كاد الكفر يرجع من جديد وينقرض الإسلام تعلم تحب الدنيا ويواصل وعلى اليوم أغلب الأحزاب الدينية تحب الدنيا تحب الرئاسة والإعداء تحب أن يشاور إليهم بالبناء رجل مرض مرض فلا دولة واحدة مباشرة مع الله ولا شوفوا مختصين لهذا الميدان مسلمين خالصين لله ويعاونوكم لأن نيتهم ربانية ما عندهمش كلامية حب تيني من أعطيك من معلومات يسهر عليك حتى تخرج من برف إبليس يقول خدمة يا روح صلحوا روحكم عاديك تزموا تصلح البلاد أو العباد صلحوا روح يزيكم وزاد الدين إيران ناس انتم قاعدين لا تقلق منكم الله يبارك فيهم ذكور وإناث شباب وشيوخ الله يبارك فيهم أما البقية بقية شكارة والبحر إذا كان محبوش متخيل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إذا كان أنتم تدخلوا كذا وتخرجوا كذا أنكم وتقوم على هواكم يوجد مشاكة الإسلام الإسلام هو يقر قرار على لا إله إلا الله محمد رسول الله بحق قهرها بحقها الشهادة بحقها ولا ابعد عن الإسلام مش منهم أردت بتروح ماذا منهم أو حزب النهضة ولا حزب أي واحد آخر تحرير ماذا منهم أو مسؤولين حقيقة مسؤولين يأخذوا شعارات أخوة جوفاء لا قيمة في عقولهم تفكيرهم أحلامهم وذكرياتهم وإرادتهم وإنجازاتهم لا شك لأنه ما كان الله غفلوا عنه فأصبحوا أجوف من الطعم هكذا لهذه الحالة تقوم الأمة أبدا حتى ترجع لما صلح فيها به أولها احنا معلوش إسلام معنا إسلام أمريكي فرنسي وبالتالي كذا والأمير كذا والسلطان كذا والوزير كذا لا الإسلام هو الله أما مش تقوم بسلة وثيقة بالله ولا أترك الأمر قال لي الأمواج الزمن يفعل فيكم فعلا لا 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 حاكم إلا الله ولا مشرع إلا الله ولا رقيب إلا الله ولا حسيب إلا الله ولا منجم إلا الله ولا ناصر إلا الله ولا فتاح إلا الله فتاح ليحكم بيننا وبينكم فعلى إذا كان تفرق وأنا من السبعينات إلى الآن متفرق مع الحزب على عيش على خاطر عليها الجنة الدنيا كل واحد معجب يجي يصلي بالناس معجب يصلي وضعوا الشيعة أغلبها اللي يبدأ يتزعم في الصلاة كانوا شيطان قالوا يسلاتهم بعض خلي يقلبوا بيك غير ده يعني لا صلاة لا بل هما وقت اللي يصلي وقال يخطوا شعر السنة ومسلم السنة هو على السنة مش سنة
والمسلمة السنية المسلمة مؤمنة كذلك مخلصة لله، هي في قمة الإحسان، تعبد الله كأنها تراه، هذا هي الحقيقة. واللي يحب الإسلام شر يقول أنا شيعي ولا سني، ماذا ماش منها كلمة دي باطلة، كلمة حق ولي باطلة. سني أنا على سنة الرسول عليه الصلاة، لكن واقع عكس ذلك، أنا شيعي تشيعت لباطل ولسفاهة، أي لا عقل لك، ومشيت لقضاء عليك المبرم بخير السكين. أنا قلت على زبدية بن علي، قلت لهم والله أجي نار نبعكم بسكين، نوقفكم سكين غير مرة حافي ونبعكم. شيء ذبح هذا؟ ذبح أن يقرأ من الله ولي وهربين ويأخذ في موقعه العميل قطع ويحرق هروب جلد، لكن مطلوش من الله لا مهرب، إنه إسكيب، أرجع لله تأمن مكر الله تأمن القوم. أما مدامكم على الحالة اللي انتم عليها، مدامكم على أبو جيبة بن علي والله لكم يكون قائد، وأغلب الناس اللي اليوم يتصدروا بحجة أن يكونوا مصلحين مش يصلح البلاد ومش يعدموها، لأنه تجد فيهم دماء برجيبية وعلوية عياذ بالله، دماء باطلة، دماء غير ذكية، دماء ملوثة، دماء شيطانية. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا، سون جامي يكون عليه، فما وهنوا للأصابع، أي جات المصيبة وحد لكم في فاق الإخراج، خذوا طريقي لتلك القوانين النبي عليه الصلاة والسلام، وخان الأمانة ما صمدوش مواقعهم اللي من علم اللي فيها رماية، ومشاو أسفل سافلين وأخرجوا إلى الأرض، اتبعوا أذناب البقر، اتبعوا مباهج الدنيا أو ذهب أو لباس أو حرير أو كذا أو أي شيء، جلود حيسي شوف شوفة، إن مشيتوا لأرض شيء يبتغيه المؤمن للدنيا قطعة لا خير فيها إلا إذا أخذتها بحقها. عاد يقول ربنا سبحانه وتعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. أنا أقتلي في أحد، رجعت أدود عن النبي عليه الصلاة والسلام لكي لا يقتل فيموت الإسلام من الأبد، فإذا دفعت عن النبي عليه الصلاة والسلام فأنا لم أعطي نفسي الوهن، بل أصبحت ما سبق مني من هنات ومن أخطاء من عظيمة، أن لا يطبق بحذافيرها أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فما وهن لما أصابهم في سبيل الله، في سبيل الله الذي لذلك لا نخشى الموت في أحد الحسنين. جاءت بدوني حرب كما من القوافل مخذوعة في حرب أو شيء، أما كان جاءت بحرب فهي أنت نخذوها ولي نصر ياخو ولي نتعقب رفيق الأعلى ياخو بمخي تحسمش لي أنا قتل سبيل أعمال بل أحيانا. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وانوا لما أصابوا بسبيل الله وما ضعفوا، ما ربهمش ضعف كما تقول ربي يشكر الرجل منكم، كل مرة منكم تستحق أو يستحق هذه السيرة، كل تضرب ربي كل علم منكم من جهة علم روحية وفكرية وعقلية وقولية وفعلية وعلم الله لناس فيقوا العراق ولي بلوفيري وزاد دي جون دي فوريان، وإن سميت روحك ألف اسم إسلامي دي فوريان. رجعوا علاقتكم بالله كما أراد الله، تولي نعم الرجال ونعم الفاتحين ونعم المنتصرين، وقتها لا حزن لكم أبدا ولا خوف عليكم، الخوف عليكم لما سيأتي عليكم
صلحت مع الله فتبوت على ذلك الإصلاح. ولا تحزن من فات هذاك الشيء من فات مات. شوف كرم الله ما تنظرش للماضي اللي يخبطك اللي يهدك. معناش الإسلام أن يدخل الشيطان يدقدقنا بالتشاؤم. لا تشاؤم مع الله، فنحن نخلص الظن قولا والعمل لأننا مع الله، لأننا ربيون. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما واهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ماليش راجعين بدك متحاربين، احنا متحاربين ولو تكون حسب دين مكش على حق. خذيت البهر والزينة وتركت العفن داخلك كفرد ولا كجماعة، فك عليك. ما كان لا دام واتصل وما كان لا انقطع واتصل. ستنقطع آثاركم، تصبحون أثرا بعد عين إن لم تستجيبوا لدعي الله. شدوا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، لا انحراف فيه، إن كان حنيفا صراطا مستقيما. وقت اللي تكونوا هكذا حتى الصراط يوم القيامة تمروا أسرع من البحر لأنكم كنتم مع الله. تجدوا من خيرات ومن نجاة من محنة تنيركم، تلزموا حتى الحالة اللي أنتم عليها هذا لا تكون لكم قائمة إلا برحمة من الله. هاون زيدوا الآية أخرى فيها بس سمع وما استكان والله يحب الصابرين. انظروا روحكم اللي سبحان صحابي ثبت صحابي كان مكتوبة من الله. أما اللي ما كانش من الصابرين الله لا يحبه. فما كان قولهم أي ربيون ذوق معهم النبي اللي كان معاصرهم وكان سوقهم إلى مرضات الله وإلى الفوز بالجنة، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا صلحنا من غمرة تجاوز عن سبيل ذنوبنا نو موزاكسيون نو بيشي اور سينز اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا المسلمون. امكم اسراف والمسلمين اخوان الشياطين. ثبتوا روحكم ثبتوا قبل المغرب يحق عليكم القول. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا هذه تثبيت عطيه الهيه وإرغام لألف الأعداء جميعا لما كان اسمه وقوتهم وانصرنا على القوم الكافرين. ضروري تقول أنا كافر وأنت مدامك مش عارف اللي تربي عليك اللي أعطاك الإسلام باش تعيشه تتزين به وتاخذ الأجر جزاء الإنفاق لما قدمته من صدق مع رب. أنا ما نعمل ظلمتم أنفسكم ما عليكم إلا الاستغفار. وما تنسوا والله لا تكون قائم لهذه الأمة إلا عن طريق حزب الله. حزب الله ربما لم تتحدد معالمه لكن ما هو موجود وتيل كتمان يعلمه إلا الله ويعلم عناصره الثابتة اللبينات الصنديد. وكي يبرزوا بأمر من الله فلا أن حزب الله يوم الله مش بالعزب هذه التوفيق لا ديني ولا غير ديني مش بهذه الأحزاب يكون بعض الأمة. قلت كم من مرة حزب الرحمن حزب الله سيأتي أحببتم مكانتهم من الله وعد بذلك الله لا يخلف الميعاد. وانظروا لبدايات سورة بني إسرائيل أي الإسراء شوفوا عودتنا قريبا إن شاء الله. نحن عائدون لأمر الله بتكليف منه وهو كذلك احنا امناء على هذا الدين بفضل رب العالمين ونحن على خطى الانبياء عليهم الصلاه والسلام على من